العمل حد عنده وعي ثقافي محترم الأمور بيبنيها شكل مختلف خالص، وده في حالة تعاون مع هذا الفندق مع فندق سيمريز. عموما أنا برحب طبعا وبتشرف إن احنا موجودين مع بعض مع السيد هينز نهوني ومستشار رئيس الجامعة الأمريكية للشؤون الثقافية والفنون، وطبعا سعداء إن احنا السنة دي بنقيم الدورة العاشرة في الجامعة. السنة دي احنا عندنا دورة كبيرة شوية من حيث المشاركين، من حيث البلاد، من حيث الفعاليات اللي هتقام في المهرجان. فاحنا عندنا 14 دولة بتشارك، وعندنا 21 عرض موسيقي هيقدم من خلال مهرجان القاهرة للجاز. عندنا في طبعا دول بتشارك لأول مرة، وسعداء موجودة فنلندا ولوكسمبورغ، ودول دولتين يعني حديثتين جدا أول مرة بيشاركوا في مهرجان القاهرة للجاز. وبالإضافة طبعا للشركاء الكلاسيكيين الموجودين طبعا من أول ما بدأ المهرجان زي النمسا وهولندا وألمانيا، دول طبعا دول اللي موجودة. هذا المهرجان هذا مش أول مرة، السنة اللي فاتت عملنا المهرجان كمان ولكن في تحرير في أولد كامبس. المرادي ده نوع من التدشين للبرنامج الثقافي جديد، مبادرة جديدة من جانبنا من الجامعة الأمريكية في النيو كامبس في القاهرة الجديدة. فنحن نعتبر الجاز يعني نوع من الاندماج بين الثقافات في كل العالم، يعني جاز نوع من الموسيقى، موسيقى دولية يعني مش موسيقى أمريكية ولا أفريقية ولكن دولية. في الأيام دول أن الشباب في كل العالم يعني يقوموا بنوع من الارتجال والإمبروفيزيشن لما يعزفوا مع بعض، وهذا من روح الجامعة الأمريكية على طول، وسنحتفل بـ100 سنة أو سنتينيال يعني للجامعة الأمريكية.